مشاهدينا مشاهدي شبكه قنوات اون تايم سبورتس من استاد 30 يونيو، وهذه الفقره التحليليه من استوديو ارض الملعب قبل انطلاق هذه المواجهه بيراميدز والاهلي. سعدنا ان يكون معنا الناقده الرياضيه ريهام حمدي. ريهام، اولا برحب بيكي. يعني النهارده نبدا الاول بصاحب الارض بيراميدز. الاهلي توج ببطوله الدوري، بيراميدز صعد للشامبيونز ليج لاول مره، فبالتالي يعني اقوى فرقتين هذا الموسم طبقا للارقام. شايفه ازاي هذه المواجهه؟ لكن هبدا الاول بباتشيكو. يشاء القدر انه ثلاث مرات اللي واجه فيهم الاهلي كانت بطولات، لو بنتكلم عن نهائي تشامبيونز ليج مع نهائي كاس مصر وسوبر، ثلاثه هزيمه. فبالتالي كمدير فني بيعد نفسيا اللعيبه قبل هذه المباراه، كيف يتعامل معهم وتحضير الشكل كامل لهذه المباراه؟ برحب بيك الاول يا طه، طبعا كابتن شوبير وبكل ضيوفه في الاستوديو التحليلي. طبعا باتشيكو مدرب كبير، ما اعتقدش ان طبعا تاثير المباريات اللي فاتت او الهزايم اللي تعرض ليها في بطولات كبيره قدام النادي الاهلي هتاثر عليه النهارده خلال المباراه، خاصه ان انا بعتبر ان بيراميدز تقريبا من احسن سكواد اللي موجوده عندنا في الدوري المصري، معاه سكواد عالي جدا، لعيبه مميزه جدا في السكواد بتاعه، فبالتالي ما اعتقدش ان النهارده ممكن يكون في مشكله خالص، على العكس تماما. يعني انا شايفه ان هو هيلعب بنفس الطريقه المتحفظه بتاعته قدام النادي الاهلي، هيتحفظ دفاعيا، يعني هتبقى مباراه شبيهه بمباراه حرس الحدود اللي فاتت، مع طبعا اختلاف ان باتشيكو عنده عناصر مميزه هتقدر تخلق الهجمه المرتده بشكل احسن وتقدر ان هي تخلق هجوم افضل من حرس الحدود. يعني لكن في غيابات كتيره النهارده في فريق بيراميدز، يعني طبقا لما اعلنوا بيراميدز 14 لاعب تقريبا غياب، لكن هنقول بشكل اساسي او الاهم هم الاربعه خمسه اللي هم كانوا في اخر اربع مباريات مثلا. يعني فبالتالي شايفه ازاي هذه الغيابات؟ لكن ممكن يعتمد النهارده مصطفى فتحي، عنده ابراهيم عادل، لاكاي، اعتقد دي الثلاث اوراق اللي هتكون اهم بالنسبه للسكواد الموجود لهذه المباراه. طيب خلينا نتكلم مثلا ان احنا يعني بالرغم ان في اكتر من 13 لاعب تقريبا من الاساسيين غايبين، بس معظمهم غايبين من فتره طويله، منهم اصابات طويله اصلا، منهم ناس غايبه من ماتش الكاس تقريبا قدام النادي الاهلي برضو زي اسامه جلال. يعني فالغيابات المؤثره مثلا او هنقول كانوا مشاركين خلال اخر ثلاث ماتشات يعني ممكن اربع او خمس لعيبه، فبالتالي ما اعتقدش ان الموضوع هيكون مؤثر قوي على لكن لو رحنا للطريقه بتاعته فانا اعتقد ان هو هيلعب بنفس الطريقه التقليديه بتاعته، يعني او هيلعب 4 3 3 بشكل عادي جدا، هيعتمد طبعا على مصطفى فتحي وابراهيم عادل كوينجات وسرعتهم، وطبعا مصطفى فتحي لو هنتكلم عليه وعلى ادائه في الملعب يعني لعيب كبير جدا، لكن يعني مش هيكون زي الزمالك مثلا، لان الزمالك زي ما شفنا قدام النادي الاهلي كان فاضي وسط الملعب، لكن نص ملعب بيراميدز فيه عناصر مميزه كتير جدا هتقدر تقوم بالدور سواء الدفاعي او الهجومي خلال المباراة، يعني فمش هيكون في مشاكل خالص. طيب الأهلي بقى النهاردة يعني بيستمر في الأفراح وبعد تتويجه بالدوري، وأعتقد فيه يعني تكريم أو احتفالية هيحضرها بيراميدز للأهلي، شيء جيد جدا. غيابات الأهلي هي مش غيابات بمعنى الغيابات، هي روتيشن بيقوم بيه كولر طبقا للمعطيات. هو كان يتمنى انه يريح اللعيبه طبعا مع انهاء الدوري، لكن ارتباطه بالمباريات الكاس هو عايز يحصد اي بطوله هيخشها الفتره اللي جايه، فعايز اللعيبه تفضل رجليها في ارض الملعب. شايفه ازاي الغيابات النهارده واللي ممكن يفكر فيه كولر في هذه المباراه؟ الغيابات يعني هاني، كهربا، تاو، يعني غيابات تقريبا انت بتشوفهم بيقعدوا خلال الفتره اللي فاتت في الروتيشن اللي بيعمله كولر، ما بتحسش بوجودهم او باختفائهم من الملعب، لان كولر خلق حاله من التناسق بين اللعيبه موجوده بشكل مستمر خلال الفتره اللي فاتت، وبالتالي اللعيبه سواء الاساسيه او الاحتياطيين يعني مش هتحس باي مشكله خالص من وجودهم او عدمهم يعني. لكن النادي الاهلي طبعا انت عارف ان الفتره اللي فاتت بقى فيه حاجة مميزة جدا، وهي الضربات من بره منطقة الجزاء علشان يضرب التكتل الدفاعي اللي بيقوم بيه الفرق اللي بتلعب دفاع قدامهم، زي ما قلنا ان طبعا باتشيكو النهارده هيلعب بطريقة دفاعية جدا قدام النادي الاهلي، فبالتالي اعتقد ان النادي الاهلي هيلعب على الكرات من بره ال 18 النهارده الطويلة علشان يقدر ان هو يسجل. ولو شفنا ده على فكرة، لو شفت مروان لما نزل خلال مباراة حرس الحدود كان واخد اوامر بتسديد من بره المنطقة، فبالتالي اعتقد ان هو هيعتمد على الجزئية دي النهارده بشكل كبير. طيب استمرارا لنفس الكلام برضو، حتى لو في روتيشن برضه الاساسيين موجودين بشكل كبير دايما في المباريات، شايفه ده ازاي؟ للاسف كولر ما عندوش رفاهيه شويه ان هو يريح اللعيبه، احنا هو كان ناوي واحنا كلنا كنا بنتكلم على ان لعيبه كتير طبعا هتكون تقعد وترتاح خلال الفتره دي، لكن بعد عدم تاجيل مباريات الكاس وخصوصا ان هو عنده بطوله عايز يزودها طبعا على البطولات اللي هيقدر ان هو يحرزها خلال الفتره الاولى ليه مع النادي الاهلي، فبالتالي عايز اللعيبه تكون موجوده باستمرار في الملعب يعني، وحسيه المباريات موجوده عندهم، فما قدرش ان هو يريح، فاللي بيعمله روتيشن بسيط زي ما انت ما شفت، غياب اثنين او ثلاث
لعيبه من العناصر الاساسيه يدي الناس من الاحتياطي يعني، لكن ما قدرش ان هو يريح اللعيبه بشكل كامل يعني. طيب اخيرا في رقم تقريبا وانا بحضر الماتش شفته غريب شويه، 67 انذار في لقاءات الفرقتين وست كروت حمراء تاريخ لقاءاته، ده بس في كل المباريات، لو خسرناها حتى في الدوري برضو عدد كبير حوالي 45 انذار واربعه كروت حمراء. ده شايفاه ازاي خصوصا ان تقريبا دي اقوى او اكتر الكروت اللي تم رفعها في مباريات كخصمين الاهلي وبيراميدز؟ يعني انت عارف ان المباريات ما بين نادي الاهلي وما بين نادي بيراميدز فيها نديه قويه جدا خلال الفتره اللي فاتت، وكل فرقه بتبقى عايزه تكسب وتشكل طبعا يعني مشكله كبيره للفرقه الثانيه. انت لو شفت في الاول بيراميدز كان عامل مشكله النادي الاهلي ما كانش بيقدر يكسبه، بعد كده النادي الاهلي قدر ان هو يتخطى على المشكله دي وان هو يكسب، فبالتالي كل فرقه عايزه تكسب، واحده عايزه ترسخ العقده بتاعتها وان الاهلي يكسب، فتحس ان في خشونه شويه في اللعيبه او ان اللعيبه بتلعب بروح عاليه زياده عن اللزوم، فبالتالي بيحصل موضوع الكروت او الانذارات دي من الفرقتين يعني. بشكرك ونلتقي بعد المباراه ان شاء شكرا الله. شكرا جدا ليك يا محمد. مشاهدينا دي كان يعني فقرتنا من ارض الملعب، بصوت تحليل ارض الملعب لمباراه بيراميدز والنادي الاهلي. تبقى الرؤيه الفنيه اكثر والتحليل اكثر رفقه محللي شبكه قناه اون تايم سبورتس مع الكابتن احمد شوبير، والتي تتحول اليه الكلمه الان.